بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلة الأرحام بركة في الأعمار وعمارة للديار وزيادة في الأرزاق أحمده سبحانه وأشكره وهو القائل في الحديث القدسي أن الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام القائل صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والعمل على مرضاته معاشر الصالحين إن من أجل الطاعات وأنفس القربات وأعلاها منزلة وأقربها بركة وأعظمها نفعاً في الدنيا والآخرة صلة الرحم وقد أمر الله بصلة الرحم في مواضع من كتابه العزيز فقال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن صلوها وبروها كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وقال سبحانه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أي أعطه حقه من صلة البر ولقد كانت الدعوة لصلة الرحم من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففي قصة أبي سفيان مع هرقل حين سأله هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول خطبة خطبها وكلمة وجهها لأهل المدينة من المهاجرين والأنصار أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. واعلموا عباد الله أنكم بصلتكم لأرحامكم تحصلوا بإذن الله 10 خصال محمودة. أولها أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم، وثانيها إدخال السرور على الأرحام، وفي الحديث: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. وثالثها أن فيها فرح الملائكة لأن الملائكة تفرح بصلة الرحم. ورابعها أن فيها حسن الثناء من المسلمين على من يصل رحمه. ورابعها أن فيها حسن الثناء من المسلمين على من يصل رحمه. وخامسها أن فيها إدخال الغم على الشيطان الذي يسعى في القطيعة بكل سبب. وسادسها الزيادة في العمر والبركة فيه. وسابعها البركة في الرزق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. وثامنها سرور الأموات، لأن الآباء والأجداد يصرون بصلة الرحم. وتاسع هذه الخصال الزيادة في المودة. وعاشرها زيادة الأجر بعد موت الإنسان أي الذي يصل رحمه، لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه وصلته لهم. واعلموا أن أفضل الفضائل كما في الحديث: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول القاضي عياض رحمه الله: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها تكون بالكلام ولو بالسلام، وتختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعد الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. وتحصل صلة الرحم بما تيسر من أنواع البر والإحسان، فتكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه والدعاء وإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وتكون كذلك بتفقد الأحوال والتغافل عن الزلات وعيادة المريض وإجابة الدعوة والتهنئة بما يُصر والتعزية في المصائب وسداد الدين أو المساعدة في سداده وإغاثة الملهوف وتمريض المريض وغير ذلك من أنواع الخير. وتقدم الأم في الصلة، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة،
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. عباد الله، وإن مما يعين على صلة الرحم حفظ الأنساب ومعرفتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي سخر لعباده ما في الأرض من خيرات، وأمرهم بالمحافظة على ما فيها من حيوان ونبات ومياه وغابات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الكائنات وخير البريات، وعلى آله وصحبه ذوي المناقب والمكرمات. أما بعد، عباد الله، إن الله سخر لخلقه ما في السماوات وما في الأرض رحمةً بهم ونعمةً عليهم. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكرون. وإن مما سخره الله تعالى لخلقه في هذه الأرض نعمة الغابات التي تعد بفضل الله ثروة من الثروات المهمة التي تسغر بها بلادنا، وذلك لما لهذه الغابات من أدوار أساسية في المحافظة على التنوع الحيواني وحماية التربة من الانجراف وتحسين الظروف البيئية، مع ما توفره من راحة وفسحة للقاصدين وأدوار اقتصادية واجتماعية أخرى. هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا تواجه حرائق تتلف ما يفوق 3000 هكتار، ناجمة عن اندلاع ما معدله 460 حريقا عبر التراب الوطني. وأغلب هذه الحرائق ناجمة عن سلوك الإنسان الذي يسبب في اندلاعها، سواء عن طريق الإهمال أو السهو أو بشكل متعمد، مما ينتج عنه آثار وخيمة، سواء على مستوى تراجع الغطاء الغابوي واختلال التوازن البيئي بالمناطق المتضررة، أو على مستوى إخمادها الذي يكلف الدولة أعباء مادية مهمة دون إغفال المخاطر التي تهدد أرواح الفرق المتدخلة والساكنة المحلية. ولتجنب هذه الأخطار يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اندلاع الحرائق، وذلك باجتناب إضرام النار داخل أو على جنبات الغابة، وكذلك تجنب رمي أو إلقاء أعقاب السجائر خلال التنزه أو عند ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو الفلاحية، وعند معاينة اندلاع حريق بالمجالات الغابوية لا قدر الله يجب إبلاغ السلطات المحلية فوراً للقيام بما يجب القيام به. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا كسيراً إلا جبرته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، ووفق شيبنا وشبابنا وأمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، صاحب الجلالة
الملك محمدًا السادس، اللهم انصره نصرًا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير سعيد مولاي رشيد وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملكين المنعمين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثرهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وإفضاله، ورضا أصحابك يا رسول الله. فاتح للوالدين والشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. مولانا السلطان اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.